سعادة السفير الدكتور محمد البدري اللي معايا دلوقتي من بكين. وطبعا في البداية وبعد التحية سعادة السفير، أنا بحيي حضرتك يعني على كل المجهودات اللي حضرتك قمت بيها أنت وطاقم السفارة في هذه القضية ومنذ بداية هذه الأزمة، لك كل التحية والتقدير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور عمرو، ازيك؟ يا رب تكون بخير انت والساده المشاهدين جميعا. السؤال يا سعاده السفير، يعني كم مصري باقي لغايه دلوقتي في ووهان؟ يعني احنا عندنا حوالي 39 مصري في مدينه ووهان، واحنا على اتصال بيهم مستمر ومربوطين كلنا مع بعض على شبكه في الويتشات اللي هو الابلكيشن اللي شغال هنا في الصين. والحمد لله يعني ما فيش اي حالات اصابات موجوده. طبعا زي ما انت عارف انت والساده المشاهدين ان منطقه ووهان، مدينه ووهان بالذات في مقاطعه هوبي، اكثر منطقه اصيبت وتضررت في الصين، ووصل فيها نسبه الاصابه حوالي 65% من اجمالي الاصابات داخل الصين. فطبعا هم بيبقوا في ظروف صعبه، ولكن الدوله فرضه حصار كامل عليها علشان تمنع انتشار الوباء وتقدر تسيطر وتحكم تحكمه، بحيث ان بعد فتره معينه وان شاء الله بوادرها ابتدت النهارده ان العمليه تتراجع، عمليه الاصابات مقابل الاستشفاء. ودي طبعا الحمد لله احنا كلنا كنا سعداء جدا بيها النهارده يعني. جميل جدا. طب وبقيه المصريين في باقي الاقاليم والمدن والمناطق الصينيه، بكين بصفه خاصه مع السفير؟ طبعا الحقيقه احنا يعني فاتحين اتصالاتنا وباستمرار بنبعت رسائل عن طريق ادوات التواصل الاجتماعي لكل المصريين اللي موجودين، سواء احنا او قنصليتنا العامه في شنغهاي، بحيث ان لو اي مصري عنده اصابه او اي مصري لا قدر الله، يعني احنا بنعرف لو اي مصري عنده ازمه مشكله نقدر نساعده فيها ما بنتاخرش. انما طبعا لابد الساده المشاهدين جميعا يعني يعلموا ان احنا بنشتغل في ظروف صعبه جدا، مساله الانتقال بتبقى محكومه جدا، ما فيش يعني دي مثل ان احنا لما حاولنا نروح نصرف على عمليه الاجلاء كانت تعذرت تماما، يعني قالوا لنا لو دخلتم هتقعدوا 14 يوم في حجر هناك بمعرفتكم محجورين مش هتقدروا تخرجوا. حتى بعض السفارات فعلا بعتت ناس، بس الناس دي رجعوا معاهم على الطائره الى ارض الوطن. اجازه 14 يوم كده بلس الاجازه بتاعتهم اللي هياخدوا. انما انا احب اطمنك على الجماعه كلهم اللي في ووهان على تواصل معاهم، والحمد لله احنا بنتمنى لهم طبعا ان ربنا يصبرهم في الظرف اللي هم فيه. هم اكتر مدينه متاثره بهذه الاجراءات، وقلوبنا ودعواتنا معاهم. باني فرصه برضو يا دكتور عمرو، يمكن اقدر اثير معاك موضوع، الحقيقه موضوع فيديو نشره ابننا في ان هو كان عايز يطلع على الطياره واتصل بالسفاره ومحدش سال فيه. صحيح. انا الحقيقه اتصلت، ويمكن شفته حضرتك والساده المشاهدين، وانا الحقيقه كلمته قلت له لا انا عندي التريسز او المتتبعين كل الحالات، وحضرتك اتصلت يوم 4 فبراير. قال لي مظبوط. قلت له انت ما كانش طلبك الاجلاء يا ابني، انت كان طلبك الخروج من المدينه. قال لي اصل انا كنت في مدينه، هو في مدينه على بعد 600 كيلو من مدينه ووهان، هو مش في مدينه ووهان. ولو حضرتك رجعت الفيديو هتلاقي ان هو بيقول انا مش في مدينه ووهان، هو بس هو في مقاطعه خوبي. في مقاطعه خوبي، مقاطعه خوبي دي كبيره جدا طبعا، نص مصري طبعا. في بال حضرتك. فموجود. قلت له انت ما طلبتش انك تترحل يا دكتور؟ قال لي الحقيقه انا كنت جاي بزور حد وحصل ان المدينه اتوضعت تحت الحصار، فانا كنت عايز مساعدتكم علشان اخرج بره المدينه وارجع لجامعتي. انا ما ينفعش، انا لو رجعت لو رجعت مصر والكلام من ده هيضيع عليا سنه او سنتين.
فده الحقيقه يعني كانت فرصه. هو كان متردد يعني سعد سفير مش كده؟ لا هو ما كانش عايز يترحل اساسا، ما كانش عايز يجلى نعم المدينه حتى لو كان مش عايز يجلى، نعم بالاضافه الى ان كان يستحيل ان هو على بعد 600 كيلو في مدينه محاصره زي وهان، في بؤر كتير محاصره، مش كتير يعني بس في بؤر محاصره داخل مقاطعات في الصين، وطبعا دي بتتفرض عليها نظام الدوله، ما تقدرش تيجي نعم تطلع حد. خاصة يعني يعني الصينيين انا كسفير صارمين في مجبرش هذه ان انا اطلع. الإجراءات. لا 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 لا، هنا المساله هم بيحكموها احكام قوي جدا، لان العمليه لو اتسابت هتبقى في منتهى الخطوره، ده صحيح. فهم دقيقين جدا 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 في هذه الاجراءات، فتقدر تطلع حد يسافر 600 كيلو كاسر كل الكوارنتين قانون العزل، الحجر واخد بالك ازاي، مفيش حد هيسمح له بيه. صحيح. عشان كده اللي في وهان اتاخدوا بالطياره من وهان الى بلدهم، نعم، وده اللي وما حصل طلعوش فعلا. اي حته تانيه، ومفيش اي دوله تانيه اجلت من اي حته تانيه الا وهان. نعم، برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، مفيش اي حد اجلي الا من وهان، الامريكان، البريطانيين، الفرنساويين، كل الناس، كل الجنسيات، الاستراليين، اليابانيين، وهان فقط. نعم، انا بشكرك سعادة السفير، شكرا جزيلا، واسمح لنا ان يعني نكلم حضرتك من حين لاخر عشان نطمن على المواطنين المصريين الموجودين في الصين بشكل عام. الدكتور محمد البدري سفيرنا في بكين، شكرا جزيلا.